سيارتي. ليش؟ لأنه وثق علاقته مع الله، فجعل الله له، مو سيجعل لهم الرحمن ودا، لأنه الأفئدة والقلوب بيد الله تبارك وتعالى. فحتى من تشوف نفور من الناس لا تعتبر النفور أنه بسبب الناس، خلي الإنسان يراجع روحه، يراجع نفسه، احتمال هو سبب النفور، يصلح المنظومة اللي بداخله. فالشاهد الآية الكريمة بها استجابة الدعاء، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. سأكو نقطة هنا حتى نطلع من عمل عامل منكم، يظهر العمل مرتبط بالعامل، أكون التفات أكون نتنبه عليها. أنا هو يصدر عمل، لكن مرة من هذا العامل مقبول، من عامل آخر مو مقبول، أكو يجي حالة لو ماكو. خليني نجي شوي بيها، يحتاج إلى وقفة، لأنه إحنا نتبادر لأذهاننا أن كل عمل الله يقبله، بينما لا. الآية شو رجع وياها شوية، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، مو آمنا، من آمنا وتوجهوا لله بالدعاء، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إجا قال لهم الله فاستجاب لهم ربهم، استجاب لهم الله، استجاب منهم الدعاء وقال لهم أنا لا أضيع عمل عامل منكم، مو من غيركم، مو كل عمل أقبله. شنو المشكلة وين؟ يظهر العمل مرتبط بالعامل، لأنه العمل إذا عمله العامل وهو يستهدف وجه الله إلى أجر وثواب لأنه مؤمن، إذا صدر العمل من غير المؤمن يظهر ما بيستجاب. ويا أكو ناس تشتغل يقول لك أنا أسوي على عمل خير، أكفل أيتام، أتكفل الجياع، أسوي أعمال. أنت من تشوفها ظاهرها شنو؟ أعمال بر، بس بداخل بنيته لوجه الله لو لمصلحة دنيوية، حتى يستقطب الناس، يحصل أصوات، يوزع أموال، يتصدق. أكو ناس وقت الانتخابات تصدق، تودي للفقراء، للمحتاجين، للشيء، من تخلص الانتخابات ينساهم. هذا العمل هم الله يدعي عليه مكافأة، لأن عمل ما استهدف به وجه الله، هذا عمل إجى عشوائي. ولذلك الله تبارك وتعالى يحبط أعمالهم. السقد بعض مثلا الاكتشافات العلمية الهائلة، مو أكو اكتشافات علمية، هاي الكهرباء هاي اكتشافات علمية هائلة أحيانا تصدر من ناس ما عندهم إيمان. الله ما يعطيهم الجزاء بالآخرة، يعطيهم الجزاء بالدنيا، إمكانية وشهرة وأموال ويدخل التاريخ، الناس تتحدث به، فلان اللي اكتشف الشيء الفلاني، هذا جزاء دنيوي. أما بالآخرة الجزاء للمؤمنين فقط، عمل عامل منكم ممن قالوا، مو قالوا آمنا، وعلى هذا الأساس اتبلورت فكرة الإيمان بنفوسهم وأصبح العمل لوجه الله. شوف هسه فد يوم أكو فد آية تبذهنك أعتقد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء المنثور شنو؟ فرض هذا الحرم المطهر الآن بالنهار من تكون الشمس مثلا ضاربة من صوب المغرب أو صوب المشرق، وأكو منفذ مع الجام، منفذ زجاجي، تشوف النور من يدخل، مو أكو رداد متطاير، فهذا الرداد المتطاير من خلال الضوء على مقدار الضوء اللي يدخل، هذا الرداد المتطاير شو يسموه؟ هذا الهباء المنثور. الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة أكو ناس تيجي بأعمال، نجعل هذه الأعمال كالهباء المنثور، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تخطيه دول عمل، يسألون النبي صلى الله عليه وآله، قل له يا رسول الله ألا يصلون ألا يصومون؟ قال لا، يصلون ويصومون ويقومون هزيعا من الليل. نستجير بالله، ليش هالشكل يعني؟ مو يقومون هزيعا من الليل يعني جوز تصل المغرب والعشاء وتنام وتنتظر صلاة الصبح، هذا الساعة بثنتين بالليل يقعد يصلي. إذا لما يعتبر عملهم يحول هباء منثور؟
يقول يصلون ويصومون ويقومون هزيعا من الليل، ولكنهم إذا تراءى لهم أمر من حطام الدنيا وتبوا إليه. دنيويين، والدنيا تفسد عمل الآخرة، وعلى هذا الأساس تتحول أعمالهم إلى. إذن الآية الكريمة شو تقول؟ قل عمل عامل منكم، اللي ما يضيع عامل عمل المؤمنين. هسه هنا الآية تقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. من ذكر أو أنثى، أكو حادثة. الطبرسي وغيره بعض المفسرين يقولون أن هذه الآية نزلت بعد حادثة، والحادثة هي عندما هاجر علي عليه السلام الإمام أمير المؤمنين ومعه الفواطم، فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. كأنما الناس في ذاك اليوم عندهم فرد فكرة أن المرأة ما إلها دور اجتماعي، ما إلها دور تربوي، يعني يعتبروها. بالمناسبة ترى هذا الهوس هسه أكو ضوضاء، أحيانا يحاولون أن يشحنون المرأة ضد الإسلام بأنه الإسلام احتقر المرأة وسلب حريتها ولبسها كيس أسود وشد الخيط عليها. هذا ترى وراه هدف. أعداء الإسلام شنو هدفهم؟ هدفهم خوض ضد الإسلام بالتأكيد. إذا شحنوا المرأة ضد الإسلام يعني مو نص المجتمع، تش تتوقع المرأة نصف المجتمع؟ لأن المرأة كل المجتمع، لأن المرأة أم والمرأة أخت والمرأة مربية والمرأة حبيبة. إذن المرأة مؤثرة بالمجتمع، فإذا شحنوها حقد ضد الإسلام إيش تتوقع؟ تطينا جيل مسلم؟ تطينا جيل مؤمن؟ لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغدتني اللبني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. يعني المرأة مو تطي فقط غذاء مادي بالحليب، وإنما تطي قيم، تطي رسالة وتطي عقيدة وتطي مبدأ. طيب هذه المرأة إذا شحنت ضد الإسلام، هذا الطفل اللي يرضع من حليبها يطلع مؤمن؟ يطلع متربي تربية إسلامية؟ ولذلك الإسلام يحرص على تربية المرأة وحفظ فطرتها السليمة لأنها المنشأ للأجيال. فذولا يجون يحجروها للمرأة في زاوية ضيقة بحيث الإسلام احتقرها. يا بليش احتقرها؟ سلب حريتها، ما يطيها تمشي بالأمور الإباحية وغيرها. هسه شوف، خلنا ناخذ، إذا أكو إنصاف، إذا أكو إنسان متتبع منصف، والله ما حصلت المرأة على حرية إلا في ظل الإسلام، ما حصلت على كرامة إلا في ظل الإسلام، وما عرفت نفسها كامرأة وكقيمة عليا بالمجتمع إلا في ظل الإسلام. شوف لو تقرأ الحضارات السابقة وتشوف الامتهان شلون كان يتعاملوها. تدري الرومان كانوا يبيعوها مع المواشي، مقايضة بالمواشي، يعني من يريد يتزوج يروح ياخذ امرأة مثلا بمئة من الإبل، خمسين من الإبل حسب قيمة أهلها الاجتماعية، لكن هذا يعتبر ثمن إلها، بحيث من يتوفى زوجها ما ترجع للبيت لأهلها، ما تيجي. من حق ابنه يتزوجها أو يزوجها وينتفع بمهرها. ولذلك القرآن الكريم يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يعني كانت المرأة مبيوعة بيع مثل العقار، تتحول ضمن التركة. هاي بالحضارة الرومانية. الحضارة الهندية لا، خو أتعس من هذا، كانوا إذا مات الزوج يحفروا لها يدفنوها بصف زوجها على اعتبارها حيوان خلق من هذا الرجل، من أجل هذا الرجل، لما هذا مات بعد تكون المفروض تموتين، يحفروها يدفنوها. ولذلك مزيج، صار مزيج من ثقافة العرب من هالحضارات المتدنية. ترى إلى وقت غير بعيد كانت أوروبا بالكنيسة تدرس أن للمرأة روح إنسانية لو روح شريرة، لو روح شيطانية. روح ببحوثهم المستشرقين وشوف
كيف كانت نظرة الكنيسة إلى المرأة، ما يعتبروها إنسان. إجا الإسلام تدري ايش سوى بها؟ تشغل على مقام، لأن حضارة العرب صارت مزيج من كل هاي الثقافات وجمعوها، وصلت الحال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قامت تصير عند ابنها يحفر لها يدفنها. إجا الإسلام شطها من مقام، خذ المقام والحرمة والقداسة اللي طاها ما محصل عليه بمكان آخر. ولذلك من أقول لك ما عرفت قيمتها إلا في ظل الإسلام، بدليل 124,000 نبي، دول 124,000 نبي كلهم هدفهم أن يوصلون الناس للجنة إلى مرضات الله، وبالتالي مرضات الله الجنة النتيجة مو. وإذا بالنتيجة أن النبي صلى الله عليه وآله يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، طب ربك أكو تقديس أكثر من هذا؟ أكو احترام أكثر من هذا؟ طيب وين بعد الاختزال؟ وين سلب الحرية؟ وين كبت الحقوق؟ وين الموضوع يكمن؟ أنا أقول لك شيء، هذا اللي يعبئها بهذا الجانب من التعبئة الله يريدها قداسة. هسه أنت أكو بعض ناس من تقول المرأة حرمة يعتبرها امتهان، أعتقد يمكن اللي ما عارف المفردة يعتبرها حرمة يعني امتهان، هاي حرمة عوفها. ليش؟ القرآن حرمة لو مو حرمة؟ الكعبة حرمة لو مو حرمة؟ هذا الحرم المطهر حرمة لو مو حرمة؟ والمرأة حرمة، إذن قداسة، قداسة قيمة عليا، حرمة يعني ممنوعة من حرمات الله، ممنوع التقرب منها هالة، لأنها منشأ للأجيال. يجي هذا يريد يحولها إلى عملة رخيصة تباع وتشرى في سوق الغرائز، اخذ حريتي، اطلعي عريانة، ذبي الحجاب، هو هذا. وإلا لو تعرف قيمتها كان عرفت أن ذاك يريد لها الابتذال، والإسلام يريد لها العزة والألق والرفعة وأن تكون مقدسة، يعني فتجي من التقديس عليها، عالة من التقديس، لأنها منشأ للأجيال، لأنها تربي أبنائنا، ولذلك الإسلام حرص على تربيتها. وإلا لو تقرأ ما عامل منكم من ذكر أو أنثى، أكو ناس قبل عبالهم في طريق السير إلى الله تبارك وتعالى بالمفاضلة أن الرجل أفضل من المرأة، لا يا سيدي ماكو شيء، ماكو أفضل من المرأة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال لا رجل ولا امرأة. ترى هاي إحنا عندنا مقاييس هالشكل، هذا ابن فلان، ذاك ينتمي لفلان قبيلة، هذا ينتمي لفلان أسرة، لازم هذا يكون أفضل من هذا، مقاييس السماء مو هيجي. شوف هاي الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فرد يوم يقولون واحد بالطريق استقبل عارضه، فايش قال للإمام؟ قال له والله أنت خير الناس، أرجوك هذا الرجل خو ما حلف كذب مو. الإمام الرضا سلام الله عليه إمام عصره أنذاك، الإمام الثامن، وهو خير الناس لأنه إمام معصوم مفترض الطاعة، وهو الامتداد الطبيعي للنبوة. لكن شوف جواب الإمام شلون يربي الأمة من خلاله، قال له والله أنت خير الناس. التفت إليه الإمام الرضا سلام الله عليه قال لا تحلف يا هذا، تمو تقول لي والله خير الناس؟ تشوف هاي العالم اللي مجرد أن تكون صفة صغيرة عنده من مال أو جاه أو سلطان أو مو، تشوفه طافح يعني مو بحال الناس، لا سلام لا كلام لا يلتفت. شوف الإمام المعصوم قال له والله أنت خير الناس، قال لا تحلف يا هذا، والله خير مني من كان أتقى لله. منو أتقى مني إلى الله؟ قماكو، لكن فرض المحال كما يقال، فرض المحال ليس محال. قال له والله خير مني من كان أتقى لله. يا هذا والله ما نسخت هذه الآية، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن المعيار التقوى. من قال أن الرجل أفضل من المرأة؟ هي مو مسألة جنس. ولذلك القرآن الكريم يعني على اعتبار يريد يلغي المفاضلة ما بين جنس المرأة وجنس الرجل، إن أكرمكم عند الله
أتقاكم، كل هالمفهوم الإنسان اللي أمامي تحدده التقوى في مجال السبق إلى الله تبارك وتعالى، في مجال القرب إلى الله. ولذلك القرآن الكريم يقول سواء العمل من ذكر أو أنثى، فاستجاب لهم ربهم على هالمفهوم الإيمان المتوفر لديكم أن الله لا يضيع عمل عامل منكم سواء ذكر أو أنثى. مثل ما قلت لك الإشارة لفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفعلا أنت على أرض الواقع إذا تجي هم تشوف نفس الحال، أكو هناك نساء تألقن في دنيا الفضيلة في دنيا الكمال وقدمنا حالات جهادية متميزة، وهناك رجال والله كان مواقفهم مخجلة مخجلة. يعني أنت متلاحظ إذا المقياس على مسألة الجنس وعلى مسألة لا، المقياس والله أنا أقول إذا كان وفق مقاييس السماء على التقوى من تجيب بعض النساء وتخلي قبالتها آلاف من الرجال ما تصمد أمامها بموقف، ما تصمد أمامها بموقف. مثلا على سبيل المثال للحصر، يعني شوف رسالات السماء أغفلت دور المرأة؟ لو موجود دور المرأة معها، حتى الله سبحانه وتعالى يريد يعطي فكرة أنك لا تحتقر المرأة، لا تحتقر دورها الجهادي، لا تحتقر أدائها الرسالي. أول ما تجي إلى تاريخ الأنبياء تشوف ماكو مشروع رباني يخلو دورة من امرأة أبدا. يعني إبراهيم الخليل، أرجوك أنا سأسألك، أنت إذا بكربلاء وأنت من محافظة أخرى مو؟ أهلك بالبيت قاعدين مستقرين وبيتهم مليان نعمة، كهرباء عندهم، أقربائهم يمهم، أنا أعتقد أنت باليوم تخابرهم فد 4-5 مرات إذا أنت موجود في كربلاء، أو العكس يعني في مدينة بعيدة عنهم، شلونكم أخباركم، ما عندكم مشكلة مو؟ والله شو والله جيل الفكرة بذهنك شوية خليها تختمر وارجع لقوله تعالى عندما يحكي لسان حال إبراهيم سلام الله عليه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لا كلى لا ماء لا طعام لا أمن لا استقرار، بس وحوش كاسرة ماكو شيء، صحراء. امرأة اللي هي هاجر، أرجوك هذه المرأة لو إيمانها ضعيف ما توقف بوجه إبراهيم، ما تعطل حركة الجهادية، ما تعطل هذا المشروع التوحيدي الضخم، بينما وقفت إلى جنبه وقالت له روح أدي رسالتك وهي وضعك كما تحب وأنا موجودة هنا. وحقك هذا لو من نسواننا تفضح فضيحة، يعني حتى بالفيسبوك تنزل عليه منشور عافنا لا أكل لا شرب لا ماي لا مدري إيش وراح ومن نسوان. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع وبقى. تعال موسى ابن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، شلون كان دور المرأة بحياته مو؟ أمه بحيث وصلت امرأة، القرآن الكريم يقول وأوحينا إلى أم موسى، أوحينا هسه مو بالضرورة الوحي يكون جبريل، يعني مو بالضرورة جبريل، مرة يكون نكث بالقلوب، مرة نقر بالأذان، مرة رؤية بالمنام، بس وصلت إلى مرتبة الله تبارك وتعالى أعطاها فجيء بحيث قام يجيها ضخ ومدد إلهي. هذه نتيجة شنو؟ مو فوضى، نتيجة تقوى. يعني أنا أعتقد البارحة مرت بكم ذكرى، قد سمعتم يعني مرت بأذانكم أكيد فد شيء، أنه البارحة اللي هي ذكرى وفاة سكينة بنت الحسين سلام الله عليه، اللي هي آمنة ونيت بسكينة، يظهر لكثرة سكينتها واستغراقها بالله تبارك وتعالى، اللي يوصفها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول غلب عليها الاستغراق. شنو هاي للموضوع؟ أنا أصلا مو عارفه ولا أعرف أجواء الاستغراق كيف تكون وكيف ينسجم مع الله تبارك وتعالى، بحيث بالوداع الشيخ النوري نور الله ذريحة بكتابة دار السلام أعتقد بالمجلد الأول
يذكر عن شيخ المجلسي يقول أن الزهراء سلام الله عليها في يوم من الأيام بالمنام أشكلت على الشيخ المجلسي، مو إشكال، عتب يعني، أنك أنت ما تذكر مصيبة ولد الحسين. قال سيدتي أنا شلون ما أذكر مصيبة ولد الحسين؟ شيخ المجلسي يصعد منبر ويقرأ، واللي يصعد منبر لازم يذكر المصيبة. قالت لا أنا ما أقصد المصيبة المصرع، وإنما مصيبة الحسين بوداع زينب وأخواتها. مصيبة الحسين الكبيرة من ترك زينب بالعراء، هو هذا اللي أثر على الحسين أكثر، مو القتل. هو متوطن كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، لكن اللي علم الحسين تقول له شلون يترك زينب، ربنا إني أسكنتمو، السلام عليك يا وارث إبراهيم. هسه مو مجال هذا، لكن هذا جزء من وجه الشبه ما بين إبراهيم والحسين سلام الله عليه. فقال سيدي، قالت له أنت تذكر مصيبة الحسين المصرع، أنا أريد تذكر مصيبة اللي علمت أكثر، هي وداع زينب وأخوات زينب. الله يرحم ابن نصار، هذا الوداع الثاني هو يظهر، هذا اللي تشير للسيدة الزهراء. هذا ابن نصار من يرسم فد رسم مؤلم، يقول ردوا عياله من العطش يوما وصاحب صوت بالتوديع قوما، يعني عياله بحيث يوما، لأنه اللسان ناشف كالخشب اليابسة من شدة العطش، العطشان يقوم يأشر ما يقدر يحشي كلام. هذا اللي ألم سيد الشهداء هنا بهالمقام، بهاي الأزمة النفسية، بهذا الثقل، بهذا الضوضاء وجلب الرجال وصهيل الخيل وقعقعة اللجم، ويسأل الحسين سلام الله عليه عن ابنته سكينة، واضع رأسها بين ركبتيها، يقول غلب عليها الاستغراب. شنو هاي؟ يعني أنا قبل شوية مع بعض الأحبة كنا نسولف هنا قبل لا نتشرف بخدمتكم بالمجلس، قبل على بعض الأحبة نسولف على مسألة، قلت لأنه الناس وصل الحال بيها إذا تريد يصلي له أربع ركع يخلي علامات، سبح تيفرها من هناك يحولها من هناك، خاف يشتبه أنه الأربع ركع ضبطهن لو ما ضبطهن. أكو ناس الآن بالتربة سووا فدآلة، من يسجد تطفر واحد اثنين حتى يعرف كم سجدة، يا سبحان الله، لعش قد مشوش الدين، طاير مو ثابت، مو يا الله سبحانه وتعالى. بينما يغلب عليها الاستغراق بواقعة الطف سكينة بنت الإمام الحسين سلام الله عليه. هسه ما علينا، تقول لي خلصت هي من المشاكل، هذا الدين وهي التقوى وهذا الورع وهي العفة، خلصت سكينة سلام الله عليها؟ روح هسه اقرأ بعض الباعة الذمم والضمائر من المؤرخين، ومنهم أبي الفرج الأصفهاني يعطيك اي فصخة تفصيخ لبنت الحسين، ولا كأنها من بيت أهل النبوة. تزوجت أكثر من زوج، ومنهم مصعب بن الزبير، ومصعب بن الزبير أقل وأذل من أن، أنا أقول لك بها بملء فمي، أقل وأذل من أن يطمع بمصاهرة من هذه القبيل، من هذا القبيل، ويتزوج بنت الحسين سلام الله عليه. لكن التاريخ، تاريخ مو منصف، والتاريخ ما كتب بأقلام نظيفة، كتب بأقلام مأجورة. أكو عدهم وحدة اسمها سكينة بنت خالد ابن مصعب بن الزبير، كانت تجالس الشعراء، وعمر ابن أبي ربيع المخنث يقعد مع الشعراء ويتعاطون حتى بالشعر الماجن الهابط أخلاقيا. جابوا كل تاريخ بيتهم زبيرية وضعوه لسكينة بنت الحسين سلام الله عليه. ومع الأسف أكو البعض ممن ينتمي للمذهب ويردد هذه الأقاويل ويتكلم بها. ليش؟ لأنه يتكلم بها هذا عقل قاصر عن التحقيق، ومجرد أن يقرأ الفكرة أمامه يستوعبها. أخواني خل أعطيكم فكرة خلوها بين قوسين، التاريخ بحر رهيب يحفظ التافه المبتذل إلى جانب النادر العزيز. أرجوك من تقرأ رواية أو مقال أو معلومة لا تتبناها مباشرة وتتفاعل معها، وإنما دقق بمصداقيتها. فهناك كثير من الروايات التي وضعت أيام الحكمين الأموي والعباسي للإساءة لأهل بيت النبوة،
وخاصة أما فيما يتعلق، لازال مرينا بهالنقطة، فيما يتعلق بسكينة بنت الحسين سلام الله عليها، ترى كل الإساءة اللي حصلت روايتها منين؟ روايتها من بكار بن الزبير ابن مصعب بن الزبير بن العوام من آل الزبير الذين ورثوا الحقد لآل محمد من جدهم الأعلى عبد الله بن الزبير منذ معركة الجمل، ونفثوا سمومهم على علي وآل علي رجال ونساء لينتقصوا منهم. فعلينا أن نتنبه للروايات الهابطة والمبتذلة والتي كانت من صنع النواصب ومنهم الزبيريين. المهم، فالمرأة لا تقاس من حيث الجنس بالمفاضلة وتكون أقل من الرجل، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قلت لك عن الطبرسي ينقل يقول عندما حصلت الهجرة هاي النساء كانت تتمنى أن يكون لنا امتياز، يكون لها كلام، القرآن دائما يتكلم عن المهاجرين عن المجاهدين، يعني بصيغة الرجال الله تبارك وتعالى أعطاهم هذه الكرامة. وفعلا الآن في تاريخنا الإنساني أكو نساء تألقنا على الرجال. الإمام الحسين سلام الله عليه لما إجى بطريقة من مكة إلى كربلاء، من إجى من مكة إلى كربلاء هو بالطريق كان يدعو سلام الله عليه، يدعو الناس لنصرة الحق، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، للتنديد بدولة بني أمية. واحدة من المواقف شاف له رمح مركوز. العرب عندهم طريقة إذا يجي يمشي بالطريق بالصحراء ويشوف خيمة وبباب الخيمة أكو رمح مركوز، إذا رمح مركوز يعني أن هذا الرجل من أهل الفروسية، يعني فد علامة أنه رجل من أهل فسأل الإمام قال لمن هذا الرمح المركوز؟ قالوا له لعبيد الله بن الحر الجعفي. طبعا عبيد الله بن الحر الجعفي رجل فعلا من مصاليت الحروب، لكنه في حرب صفين انتصر لمعاوية على أمير المؤمنين سلام الله عليه، مو يم احنا مو يم تقييمه، لكن موقف. الإمام الحسين سلام الله عليه بعث إليه قال لهم صيحوه. سبحان الله، هذا المشروع صاحب المشروع الرباني ما يختصر المصلحة والمنفعة فقط لمن يحب. ليش؟ لأنه امتداد للرحمة الإلهية. وانت تدري بالدعاء شو نقول؟ يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. فإذا هذا اللي عنده مشروع رباني رحمته من رحمة رب العالمين. وذلك أنا قد تضحك مني، يعني حقيقة من أقول لك عندي فكرة. الفكرة وين؟ أتذكرها من أمر القرآن الكريم من يتحدث عن إبراهيم سلام الله عليه. أبالك لما نزل العذاب على قوم لوط، الملائكة عليه من نزلوا؟ نزلوا على إبراهيم. مو هو إبراهيم ما كان نبيهم، نبي الله لوط، نبي مدائن لوط. لكن من ينزل إبراهيم لسبب على إبراهيم، لأنه إبراهيم القائد الرباني أنذاك. يعني الآن هسه بهذه الساعة لو يريد يصير حدث بالأرض، الملائكة تنزل على الحجة بن الحسن سلام الله عليه تبلغه، لأنه الإدارة الكونية كلها وين؟ يعني الولاية التكوينية والتشريعية بيد من؟ بيد هذا الشخص. فما يصير تغيير بالأرض إذا ما يطوع علم. فنزلوا الملائكة وين؟ على إبراهيم، وبالمناسبة بشره بإسحاق. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، مو بالك الآية، يمكن من استقر أول مرة، مو من جاب لهم عجل حنيذ وشاف أيديهم لا تصل إلى الطعام، صار عنده شوية ردة فعل أنه عرب ذولا يشعدهم، خاف يقتلون يردون شر، راح عن الروع وجاءته البشرى. تذكر المفردة شنو اللي وراها؟ يجادلنا في قوم لوط. يا أخي توقف يمها، سبحان الله، أنا وياك لا متعاركين لا متذابحين، مجرد لو تختلف وياي برأي، لو تختلف بفكرة، لو تختلف بحزب، لو تختلف بتقليد مرجعية،
واحد يشتم الاخر ونتحول تنانير من الحقد، وانتقم منك وانت تنتقم مني، وفجرني وفجرك وتقتلني واقتلك، مو هاي سلوكنا الواقع؟ يو لا يا اخي، قوم لوط بهذا الابتذال بعد ما تذهب عن ابراهيم البشرى، تذهب الروح عن ابراهيم، يجادلنا في قوم لوط. يعني شنو يجادلنا؟ يعني طوهم مجال، طوهم فرصه. شوف النفس الكبيره، جاء رحمه الله ايش كثر من هذا، اقول لك قد تضحك مني، اخاف يوم القيامه نروح نلقى حتى قتلت الحسين بالجنه، يجوز يعفوهم، سقطون استحقاقاتهم صدقني. نفوس كبيره امتداد لرحمه الله تبارك وتعالى، لا يتسلل اليها الحقد. علي بن ابي طالب بالهجوم على الدار، يصيح سلمان دعني وادرك فاطمه وقل لها ان اباك بعث رحمه، لا تكوني سببا بهلاك الامه، لحق على فاطمه لا تدعو. بالله لو انا وانت وهجوم على بيتنا ومضروب الزوجه وسقط الطفل واحرقت الدار، وانا عندي الولايه التكوينيه اللي عند علي بن ابي طالب، مو اقلب عليها سافله؟ مو هذا فد نمط، نمط مو طبيعي من الرحمه. ولذلك اقول لك يعني خاف يوم القيامه حتى اعدائهم هم يقولون يلا نغض الطرف عن كل هذا واسقطنا حقوقنا وشيء، لانه امتداد لرحمه الله تبارك وتعالى، امتداد للرحمه الالهيه. فالمهم هذه المراه يكون دورها بهذا المفهوم الاعلامي والمفهوم الرسالي الى جنب الانبياء واصحاب الشرائع الكبرى. ابراهيم قلت لك ربنا، اجت موسى ابن عمران امه وصل الحال واوحينا الى امي موسى واجت هالمعلومه، وبعد هذا آسيا بنت مزاحم وقفت الى جنبه، ولولا موقف آسيا لقتل موسى سلام الله عليه. عيسى ابن مريم لو لم تقف الى جنبه امه مريم لوصل الحال به الى حال غير هذا الموقف، لكن مريم وقفت الى جنبه وعاضدته الى ان وصلت الى رسالة السماء الى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما خلى الموقف من المواقف من موقف المرأة الى جنب صاحب الرسالة الربانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اول ما بدأ صاحب المشروع يحتاج مال، يحتاج شوية فد نوع من النبي ما عنده شيء، يتيم معوز فقير يكفله عمه أبو طالب رضوان الله عليه، وإذا القرآن الكريم يقول له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، عائلا أغناه بأموال خديجة امرأة وقفت إلى جنبه بذلت الغالي والنفيس، ما من تاجر إلا ويضارب بأموال خديجة، عصب الاقتصاد كله بيد خديجة. لكن بالتالي خديجة ماتت على جلد كبش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل الأموال أنفقت في سبيل الله ووقفت إلى جنبه. وعندما غابت عنه خديجة شعر بالحزن، شعر بالألم، شعر بالمرارة، بحيث الله عوض بفاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولذلك كان يقبل يدها ويقول فاطمة أم أبيها. وهذا ترى أروع تكريم لجنس المرأة عندما يقبل يدها عظيم الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه مشروع رباني كبير، وكان دور فاطمة الزهراء سلام الله عليها دور واضح ومميز، ووقفت إلى جنب أمير المؤمنين. وبالمناسبة إخواني خلي أقول لك فد شيء، إحنا الآن بالزيارة منقول عندنا فد لفظة نصرتي لكم معدة. يعني شنو نصرتي لكم معدة؟ النصرة يعني الجهوزية، مو يعني أنا جاهز إيدي على مقبض السلاح، هذه الجهوزية. أنت هسه من عسكري، إذا عسكري تم ملابس النوم ونايم بفراشك تقدر تقول للآمر أنا جاهز؟ الجاهز لازم لابس كامل وإيده على مقبض السلاح. نحن نزور ونقول نصرتي لكم معدة، كن نتنبأ أنا شنو نصرتي معدة؟ نصرة المبادئهم، نصرة رسالتهم،
نصرة لقيمهم. بس احنا مو دائما نسمع المتكلمين المتحدثين اساتذتنا العلماء الكبار ان الحسين سلام الله عليه صوته لا زال يصيح هل من ناصر؟ مو شنو هل من ناصر؟ الحسين يريد نصرة مني. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هذا أبي بن كعب في يوم من الأيام يقول أنا قاعد يم النبي صلى الله عليه وآله ودخل عليه صبي صغير، صبي بواعت بيه دققت بيه شفته يقول سبط الحسين سلام الله يعني، يقول النبي فتح ذراعيه قال مرحبا بزين السماوات والأرض. يقول أنا استغربت قلت له سيدي شلون يصير أنت زين السماوات والأرض يعني ليش هذا الصبي أو ليش أنت؟ يقول التفت إلي قال يا أبي والذي بعثني بالحق نبيا للحسين في السماء أكبر منه في الأرض وإنه لمكتوب عن يمين العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. اللهم صل على محمد. إذن الحسين ما محتاج نصرتي أنا إلى هو شخصيا، الحسين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحسين الله نصره فمو يمي أصلا. يوم عاشوراء يجمع أصحابه يقولهم اتخذوا من الليل جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وأنتم في حل من بيعتي. ما محتاج. وهذا عبيد الله بن الحر الجعفي لما راح للإمام الحسين من ود علي وقال له تعال وما قبل وذهب إليه بنفسه جلس عند الإمام هو يقول نفسه يقول وضعت له متكأ ورحبت به حتى يسأل عن الخضاب وشي قال له أخضاب أم سواد أبا عبد الله؟ قال لا عجل علينا الشيب يا ابن الحر. المهم قاعد يمه بس هو وين ولا أو حب البني أمية. يقول التفت إليه الحسين قال له عبيد الله أنت عندك تاريخ جدا تاريخ معروف بس ما يسعني التفاصيل به. قال له ممكن أن أتصلح هذا التاريخ في كربلاء بنصرتي؟ تدري شو يرد عليه؟ قال والله يا ابن رسول الله أنا أعلم أن السعيد من شايعك، السعيد في الآخرة من شايعك. إذا واحد يريد السعادة يكون وياك، ولكن نفسي لا تسمح بمن؟ لا تسمح بالموت. أنا موت ما أقدر أموت. هذا رجال لو مو رجال، قائد لو مو قائد، ترى قائد فيلق بصفين. أنا قلت لك ما عندي فرصة أمر بتفاصيله. هذا قائد فيلق بصفين مع جيش معاوية ويقول له نفسي لا تسمح بالموت. أو أكو مرة بمخيم الحسين سلام الله عليه يقوم لعلي ابن مظاهر الأسدي زوجته أخو حبيب بالليل ليلة عاشوراء قالها سمعتي حديث الحسين؟ قالت له اسمع همهمة بس ما عرف إجراد الحسين. قالها الحسين يقول عيالي مسبية واللي عنده مره وياه وشي خلي يعيدها لاهلها فاكو حي من احياء بني اسد اوصلك لهم حتى يوصلك بامان لاهلك. شو نكره رده؟ نطحت راسها بعمود الخيمه. قالت علي هل خنتك يوم؟ قال حاشا لله انت ابر واتقى لله من ان اوبخك بخيانه، ما الخبر؟ قالت لم تريد ان تفارقني؟ انت تذهب الى الجنه وانا اذهب الى النار؟ لا لا أنت تقتل كما يقتل الحسين وأنا أسبى كما تسبى زينب. وجاء ووقف على أبي عبد الله الحسين ليلة عاشوراء قال له سيدي أبت الأسدية أن تفارقكم، والله هاي الأسدية تشرف آلاف من الرجال بل ملايين ممن خذل الحسين وسمع الواعية ولم ينصر الحسين. مو واقع حال لو مو واقع حال. إذن الحياة مواقف، ماكو قياس أنه هذا رجل والله أنا أفضل من مرأة. لا لا أبدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك أقول لك في كل المشاريع الربانية تألقت النساء، ما تلقي مشروع رباني وغاب بدور المرأة وناهيك عن واقعة الطف. شقد تألقت نسوة؟ فقر المخدرات زينب بنت الحسين سكينة، وحتى الصبية من بنات الحسين تألقنا وأعطى الرسالة. في الشام مو سيد مصطفى جمال الدين يقول في الشام في مثوى أمية مرقد ينبيك كيف دم الشهادة يخلد. وأما نساء خارج الواقعة والله ضخا قوة
ورصانة ورصيد لأبي عبد الله الحسين تعجز عنا فحول الرجال. وناهيك عن أم هذا البطل، بطل العلقمي، هاي الأم النبيلة، هاي الأم الجليلة، هاي الأم العارفة التي نصرت. ليش نقول نصرتي لكم؟ هذه النصرة اللي أقول لكم نتنبه إليها بالزيارة. النصرة يعني جهوزية، يعني أنا حاضر، يعني أعرف كيف يكون الدفاع عن المعصوم. وإلا عمرك كله تسمعت وحدة تقدم 4 أولاد الابن ضرتها، ماكو هيك كلام. لكن تقدم لمن؟ تقدم مو للحسين ابن ضرتها، تقدم للإمام المعصوم. يعني أم البنين رسمت لنا طريقة شلون يكون الدفاع عن الإمام بكل الوسائل المتاحة. هسه قد يقول لي شلون يعني؟ أنا أقول لك العباس من نزل للساحة للمعركة للقتال، هم سمعت قال أخوي الحسين: والله لو قطعتم يميني إني أحامي عن من؟ إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق. يعني عن إمام معصوم مفترض الطاعة مو للأخوة. مو أكو ناس مع الأسف بتقمص الشغلة بالقضية، يوقف مثلا شاعر شعبي أو قريض ويضرب مثل بخوة العباس، صيروا مثل هي مو خوة، هي إمامة. يعني العباس علمني شلون يكون الدفاع عن الإمام الحجة بن الحسن، شلون أدافع عنه، شلون أتبنى فكرة، شلون أدعو له، شلون أكثف من الدعاء لتعجيل الفرج، شلون أكون جندي مهيئ لدولة الإمام عندما يقدم. هذا اللي رسم العباس سلام الله عليه يعني. والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني. عن الإمام وعن الأخو. وهي منين أخذها؟ أخذ الفكرة من أمير المؤمنين ومن تلك الأم الكبيرة اللي قدمت 4 أولاد إلمن للإمام. ولذلك هي حصلت مقام كبير، أصبحت باب من أبواب الله. ونقسم على الله بكفي العباس، نقسم على الله بأم باب الحوائج المرأة العارفة، أن يقضي حوائجكم، أن يشفي مرضاكم، أن يفرج عن بلدنا ويرفع هذه الوباء، يهدي قلوب ولاة الأمور. المهم هذه المرأة ليش أصبحت بابا من أبواب الله؟ بالعرفان، بالعرفان، لأنه من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة. ما رأيك بمن عرف الحسين باستحقاقاته؟ وإلا لو ما عارفه ما تجي تقدم 4 أولاد. لولا أن تكون عارفة بهذه المرتبة وبمقام الإمام المعصوم هو ابن ضرته، ويرجع ناع الحسين إلى المدينة وهي عندها 4 أولاد وما تسأل عليهم، ما تسأل. والله ضربت أروع الأمثلة بالفداء للإمامة، علمتنا كيف يكون الدفاع عن الإمام. مو أني أرتكب المعاصي وارتكب الآثام وبعيد عن هذه، واللهم عجل لوليك الفرج، وشكل يعني وعجل لولي الفرج؟ أكو استعداد نفسي، أكو روح بالداخل مجدودة مع الإمام تهيئ لدولة الإمام. المفروض أني من الممهدين لتلك الدولة، دولة الحق التي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. يجي ناعي يعني أنا هسه أتوقع أنا هسه جعفر الإمام المعصوم أحب إلي من أولادي؟ الإمام المعصوم أحترم ولايته يقول لي اطلع من بيتك، اطلع قدم لي أولادك. إذا شو وقت أوصل لهذه المرتبة لهذه المستوى بحيث يصير أولى بي من نفسي، أحب إلي من نفسي؟ هذه الساعة أنا أقول فعلا عرفت الإمام حق المعرفة. يجي ناعي الحسين: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فاد محي مدرار. ما الخبر يا بشر؟ قال: الخبر عند قبر رسول الله. هناك أعطيكم التفاصيل. توجه بشر: قلبت المدينة بأهلها، خرجنا حتى المخدرات من خدورهن. وقف بشر على قبر رسول الله لأن هو المعزى، هو صاحب المأتم، وضع يده على القبر الشريف والتفت إلى الناس مناديا بصوت عال: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها،
قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم من بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. وإذا بامرأة تشق الصفوف وعلى كتفها طفل، قالت يا هذا هل عندك خبر من الحسين؟ قال على الخبير سقطت، من أنت؟ قالت أنا أم البنين، أنا أم العباس وأخوته. يقول بشر هنا أنا انحرجت، هاي عندها أربع أولاد ويا الحسين، إذا أقولها بيهم أربعتهم أخاف تموت، مرة كبيرة تعبانة، تخدرج بيهم شوي شوي. قلت عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت يا هذا وهل سمعتني سألتك عن جعفر؟ أنا أسألك عن سيدي جعفر. وصلت إلى عون، وصلت عبد الله. يقول بشر إلى أن وصلت لأبي الفضل العباس اختلف حالها، وضعها كل تلخبط. يقول وضعت يدها على خاصرتها، مال الطفل من على كتفها سقط على الأرض. حقها والله، قمر بني هاشم فشت عينها، ابنها الكبير. قالت يا هذا والله لقد قطعتني يا قلبي، أخبرني عن الحسين، أهو حي أم ميت؟ صيح يا ناس يا ناس، بالله دفرجوه لو خلوه ينزل عن ذلول. أبا سعيل أبا سعيل، واستمع قول يوم التقى وذول وذول، عباس عباس راعي الزود يقول. قال عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين، لقد بقي مكبوبا على وجهه جثة بلا رأس. يقول بشر رجعت المرأة مولولة صارخة، نقول أنا لقعد أنا لقعد على درب اليمرون، وأنا أشد اليرحون ويجو. كل من له غياب كل من له غياب يلفون، وأنا غايب بالعد مدفون. وين تروح تتوقع أم البنين؟ المن تقصد؟ أم البنين يظهر توجهت لبيت الحسين، تريد تقدم العزاء لأم العزاء، تقدم العزاء لأم المصائب زينب، وإذا بباب الحسين مغلقة، لأن زينب قالت سد الباب، أنا ما أريد شامتة تدخل علينا، تدخل علينا شامتة من أهل المدينة. أول ما طرقت الباب أم البنين، جاءت امرأة من الجواري، سيدتي زينب على الباب امرأة تقول أنا أم البنين، إيش رايش نفتح الباب ولا؟ قالت ويحك افتحي لها، هذه شريكتنا بالمصاب. أول ما وقع بصر الحوراء زينب على أم البنين، وإذا بأم البنين نست الأربعة كلهم، صاحت وولداه وحسينا. أجابت الحوراء زينب وأخاه وعباس، لفت عم البنين تقوم وتطيح، يا با وين أهلك يا زينب راحة وتصيح، وين بدور غالب والمصاب، وين عصيان وعلينا المشيم. تقلع تقلع والدمع يجري من العيون، قضوا يم البنين بخطة الكون، هو وما بيين المطبر ومطعون، وبيين بالعمد راسة الشم. تقل العرد نجدك يا ضوى العين، عن عباس وولاد الميامين. بالله عليه من السؤال على سلامتهم مثلا. تقل العرد نجدك يا ضوى العين، عن عباس ولاد الميامين. يا زينب يا زينب، اخاف ان قصروا عن خدمه عسير.